ويسرني أن أرحب بالسيد إسماعيل عمر جوالي رئيس جمهورية جيبوتي. إليك الكلمة سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا حضرة الرئيس. حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر الأطراف 27، حضرة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للاتفاقية الإيطالية المتحدة حول تغير المناخ، حضرة السيدات والسادة، أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بخالص الشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأود أن أشكر الشعب المصري على حسن الضيافة منذ وصولنا إلى هذه المدينة الجميلة، مدينة شرم الشيخ، ونوصل الشكر للأمين التنفيذي الجديد الاتفاقية السيد سيمون ستيل الذي اتخذ التدابير اللازمة تيسيرا لأعمالنا خلال هذا المؤتمر. اسمحوا لي أخيرا أن أضم صوتي إلى البيانات الصادرة عن رئيس كينيا بالأصالة عن مجموعة الإفريقية ورئيس باكستان بالأصالة عن مجموعة 77 والصين. حضرة الرئيس، يواجه العالم اليوم تحديات كثيرة، تحديدا التغير المناخي وخسارة التنوع الحيوي وتلوث الهواء والمياه والتراب، ولعل الأكثر تهديدا والأكثر إلحاحا هو الاحترار الذي يدعو أو الذي يعرض الخطر بقاء الإنسان، وهذا تذكرنا به الكوارث العديدة التي تقع تحيتها شعوبنا. هذا محزن بالرغم من القمم المختلفة والقرارات والالتزامات، تبقى أعمالنا دون مستوى الطوارئ والتعبئة المطلوبين، والأسوأ من ذلك هو أن كمية انبعاثات الدفيئة تزداد وتبعاتها كبيرة، والمفارقة هي أن أفريقيا لا تساهم إلا بطريقة هامشية في الاحتلال العالمي، وهي الأكثر عرضة لهذه الظاهرة. جمهورية جيبوتي التي تقع في منطقة شبه استوائية جافة قاحل عفوا، معرضة للمخاطر الناتجة عن تغير المناخ مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحر، وهذه هي المخاطر تترجم بندرة موارد المياه وتآكل التراب والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية، وأثار هذه المخاطر مسيئة تحديدا لقطاع المياه والزراعة والصحة العامة في جيبوتي. ولذلك فقد نفذنا مشروع توريد المياه بين إثيوبيا وجيبوتي، ومشروع تحلية مياه البحر، مما يسمح لعاصمتنا التي تعتبر قطبا اقتصاديا وديموغرافيا أساسية، يسمح لها إذن بالتحرر من تغيرات المناخ وتعزيز صمود ومرونة سكان المدن
من النفاذ إلى موارد المياه الآمنة. كذلك فإن جيبوتي قد بنت عدد سدود لحماية السكان والبنى التحتية من الفيضانات. السيد الرئيس، في المساهمة المقررة والمصممة وطنيا، تعهدت جيبوتي بتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 وفقا للسيناريو المرجعي، وعليه فقد نفذنا مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا، مما سمح بالحد سنويا بما يزيد عن 150 كيلو طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد. وهذا أطلق عدة مشاريع طاقة شمسية و هوائية من أجل الحد من انبعاثات غازات دفيئة، وهي أيضا مشاريع جيوحرارية. وفي إطار المساهمة في مكافحة التغير المناخي، منذ ما يقل عن أسبوع نظمنا قمة عالمية حول البحوث بشأن المناخ، مما سمح للباحثين الآتين من دول مختلفة لتبادل الآراء حول إشكالية تغير المناخ. وانطلاقا من هذه الروح، أسسنا لمرصد إقليمي حول تغير المناخ، مما سيسمح للباحثين الأفارقة بالمساهمة بمعرفة أفضل بالاضطراب المناخي أو الاختلال المناخي، وأخذين بعين الاعتبار التزاماتنا غير الملزمة. سيد الرئيس، نحن لسنا متفاجئين بضعف التقدم المحرز لهذا، ندعو هذا المؤتمر إلى اعتماد قرار ملزم يعترف بحاجات وظروف الخاصة بأفريقيا، ونذكر أيضا بأن الوصول إلى تمويل إضافي أمر قابل للتنبؤ، وهذا أمر جوهري من أجل تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف. وعليه فإننا نحث الدول المتقدمة على احترام التزاماتها بتجنيد 100 مليار دولار سنويا. وأخيرا نطلب أن يكرس 50% من التمويل للتكييف. حان الوقت للانتقال من الكلام إلى العمل من خلال تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل جذري، و ذلك من خلال تجنيد التمويل اللازم لزيادة صمود ومرونة الشعوب في وجه التغير المناخي. أشكركم على حسن انتباهكم. شكرا جزيلا.